زديديهم صديا وريستورون مارغارين. شو مارغارين شحال عندها؟ هذه هي حالة بعض المطاعم وغيرها من المحلات التجارية، محلات تفتقر لأدنى شروط النظافة والتي تؤثر سلبا على صحة المستهلك في ظل غياب ثقافة التبليغ عند المستهلكين عن هذه المحلات. وكاين مثلا اتيديون ولا واحد عامل يومي ما يقدرش يروح لدارو، يخرج من 12 عنده من 12 للواحدة، وقته محصور محتم، ياكل ساندويتش لبرا، يروح ما يلقاش اكل نظيف. كاين وكاين مصلحة المستهلك، ما لقيتيش ثم النيميرو تاع مصلحة المستهلك، عيط يجو يفيروفو. بصح انا نشوف فيها لازم رقابة يومية هكا كيما يتزيروا، تعود كاين نظافة ويكون حريص. للمحلات اللي ما فيهاش النظافة لازم يطبق عليها القانون ولازم تراقب. دونك هادو المحلات اللي ما فيهمش النظافة لازم يجيبوا خدامين يكونوا على قد المسؤولية تاع النظافة، باسكو باش انت تسربي حاجة للمواطن دي لو كونستيباسيون ولا دي لو توكسيكاسيون تسبب في المرض تاعو ولا الوفاة ديالو، هذه يعني ما راهيش قاعد داخله في البروفيسيونال. الناس قاعده في عين فعل هذا اللي شبه والله ما تخيلش بلا صالح. واجهة جميلة، هندام نظيف، لكن ماذا يوجد خلف كل هذا؟ فعند دخولك للمطبخ تقابلك كل الأوساخ والحشرات، هو الأمر الذي دفع اللجان المختلطة بأن تقوم بعملية التفتيش في كثير من المحلات ودعوات بحملات وطنية وتطبيق عقوبات على أصحابها. يعني البريغاد هذه اللجان المختلطة لابد أن يتم تعميمها ولابد أن نضع حدا لهذا التسيب. من غير معقول أن تكون واجهة المحلات التجارية واجهة نظيفة ويعني عامل بهندام نظيف، ولكن ما وراء هذه الواجهة يعني كوارث، يعني جرذان، صراصير، أوساخ، وهذا أمر لا يمكن تقبله ولا يمكن السكوت عليه، ويتطلب يعني حملة قوية وطنية في هذا الاتجاه. تجار همهم الوحيد هو الربح السريع دون مراعاة صحة المستهلك، ما يجب على اللجان والمصالح المعنية وضع قوانين صارمة وتطبيق الإجراءات اللازمة للحد من الظاهرة. نشاط، أكيد ما في نشاط، نشاط عنده إجراءات، عنده وقاية، عنده إجراءات وقائية، لازم تحترميهم.